السلام عليكم ورحمة الله، معكم مريم شفيق ورح أشرح بهذا الفيديو نشاط الصف الجاف الموجود في ركن الحياة العملية بمنهج مونتسوري. ممكن أبدأ بهذا النشاط مع الطفل اللي عمره فوق السنتين. الهدف من هذا النشاط إنه أعلم طفلي على الصف لحتى يتعود يعتمد على حاله ويلبي احتياجاته بنفسه، وهذا هو أصلا منهج مونتسوري أو أصل منهج مونتسوري، إنه الطفل لازم يعتمد على حاله ويلبي احتياجاته ورغباته بنفسه. طيب، شو أنشطة الصب الجاف؟ هي مجموعة من الأنشطة بيقوم فيها الطفل بنقل أو صب الحبوب الجافة من دورق إلى آخر، أو من دورق إلى كؤوس متساوية أو مختلفة بالحجم، لحتى بعدين يقدر يصب السوائل بشكل جيد. وهو عبارة عن 6 أنشطة بنقدمها من الأسهل إلى الأصعب. أول نشاط نقل من دورق أو شاف صغير لدورق آخر. الثاني الصب من دورق إلى كأسين متساويين بالحجم. الثالث الصب من دورق إلى كأسين غير متساويين بالحجم. الرابع الصب من دورق إلى 3 كؤوس متساوية بالحجم. الخامس الصب من دورق إلى 3 كؤوس غير متساوية بالحجم. وآخر إشي الصب إلى خط مرسوم أو محدد على كأس مثل هيك. هون حددنا خط ورح الطفل يصب لحد الخط هذا اللي إحنا معينينه. رح أشرح اليوم عن نشاطين من أصل 6 لأنهم كتير متشابهات. أول نشاط رح أحكي عنه اللي هو صب الحبوب الجافة من دورق إلى كأسين متساويين بالحجم. أول إشي بعمله إنه بحكي للطفل أسماء الأدوات الموجودة أمامي، يعني بحكي له مثلا ماما هذا شاف أو هذا دورق، هدول كأسين متساويين بالحجم، وهاي صينية، وأكيد المفروض نكون علمنا كيف الطريقة الصحيحة اللي يمسك فيها هاي الصينية. وأحكي له ماما إنه أنا بدي أبدأ بهذا النشاط بالأول، وبعدين أنت بتعيد النشاط وبتعمله مثل ما أنا عملته بالضبط. طيب، بدي تنتبهوا معي كيف طريقة مسكي للدورق أو الشاف، لأنه هاي هي الطريقة الصحيحة للمسك، وهذا هو أصل النشاط، الطريقة الصحيحة للمسك والصب. رح أستخدم هون الرز الجاف كواحد من الحبوب الجافة اللي ممكن أستخدمها بعد النشاط، بس ممكن نستخدم أي حبوب جافة أخرى مثل العدس الصغير أو أي حبوب صغيرة. طيب، رح أملأ هذا الدورق بالأول بالرز الجاف بمقدار مساوي للكأسين، يعني إنه الرز هذا اللي هون يكون بس على قدر هذا الكأسين مش أكتر من هيك. وملاحظة صغيرة إنه هذا الدورق لازم يكون حجمه صغير، مش كبير هالقد، لا حجمه صغير لحتى يناسب إيد الطفل اللي بده يستخدم هذا النشاط. طيب، رح أبلش النشاط وأمسك الكأس بهاي الطريقة بالإيدتين، هدول الإصبعين هون وهدول الثلاث هون، وأبدأ أصب. أخلص الكأس الأول والثاني لحد ما يضل عندي ولا إشي جوا الدورق، بعدين برجع الحبوب للدورق بهاي الطريقة. هون أنا كبيت. هلأ يا بتوقفوا النشاط وبترجعوا بتلموا هاي الحبوب، يا بتكملوا. بعدين بتطلعي الأدوات الموجودة بالصينية، وهيك بقدر الطفل يشوف إذا أي إشي موجود حبوب بالصينية برجع يرجعهم للدورق، وبرجع يرجع هاي الأدوات لمكانها. هيك بنكون خلصنا هاد النشاط. النشاط الثاني هو صب الحبوب الجافة لكأس مرسوم عليه خط محدد، يعني أنا بدي أصب لخط محدد، فببلش أصب بمسك نفس الطريقة اللي بلشت فيها وببدأ أصب لحد ما يوصلوا معي الحبوب إلى هذا الخط، بعدين بأشر للطفل على هذا الخط إنه أنا مليت هذا الكأس لعند هذا الخط.
مهم إنه يكون الرز اللي بالشاف كميته أكبر من كمية الرز بهاي الكأس أو لهاي الكمية، يعني المفروض الكمية هاي تكون أكبر. ليش؟ لحتى الطفل يتعلم يصب بمقدار معين. طبعا بقية أنشطة الصب الجاف بتكون بهذا الشكل، على هذا الأساس. بمسك الدورق هيك وبصب، وبعدين برجع اللي صبيتهم للدورق مرة تانية لحتى نرجع النشاط زي ما كان بالبداية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا عزيزاتي الأمهات إنكم تتابعوا فيديوهاتي، لأن إن شاء الله رح أحكي قد ما بقدر عن أنشطة الأطفال، أنشطة المونتسوري، وأي إشي بفيد الأم والطفل.